عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل سحور جميل جدا، أول سحور في رمضان. طبعا اللي مش شايفينه ده فول مفرزينه، وطلعت كيس فك، وطبعا دي طعمية برضو متفرزة بس كانت لسه مفرومة، يعني هنفرزها. خدنا نص الكيس لأن الكيس ده هيبقى كبير قوي، والفول ده زي ما أنا قلت لكم كنا مفرزينه، كيس الفول برضو كبير جدا، هناخد برضو نصه. كمان عندنا بعد الطعمية والفول دي اللي هي في الطبق البيضة دي قشطه اللي هي بنشيلها من على اللبن على طول. وعندنا كمان جبنه قريش هنحط عليها شويه زيت زيتون كده وكمون، بتبقى جميله. في كمان جبنه دوب، لكل واحد بقى بيحب نوع جبنه معين، اسطنبولي بقى، جبنه فيتا او دومتي، جبنه قريش، اي حاجه، كل واحد وله نوع معين. كمان هنعمل بطاطس بالبيض المسلوق، سمعت عنها كتير وناس قالوا ان هي حلوه قوي، فقلنا نجربها النهارده في السحور وهنقول لكم عجبتنا ولا مش عجبتنا. الطبق ده اللي انا بشاور عليه هو البطاطس المسلوقه، انا مغلفاهم بستريتش كده عشان ما ينشفوش من الثلاجه، ومش شرط ان انا احط غطا للطبق. برده جبنه دبل دي اللي هي الجبنه المملحه شويه. جبت كده حل على النار، حطيت فيه كل واحد زبده، انا هعمل الفول بالزبده، ينفع نشوف بقى نعمل ايه يكون دايت بقى للناس اللي بتعمل دايت. طبعا الزبده اقل حاجه في السعرات الحرارية، هحط كده معلقة من الزبدة. كمان هسيبها كده ان هي بس مش تتحرق، تسيبها ان هي تسيح حاجة بسيطة، تسيبها ان هي كده تسيح حاجة بسيطة. بعد كده على طول عندي طماطماية كده مقطعاها طرنشات اللي هي قطع صغيرة، يعني مكعبات صغيرة. وعندي كمان كام قرن فلفل اخضر كده، قرنين فلفل متوسطين كده، وقطعتهم برضو شرايح صغيرة. بس قبل ما اقطعهم حطيت كده فص توم زي ما انتوا شفتوا في الزبدة، سوري، حطيت فص توم في الزبدة كده لحد ما ريحته طلعت كده وبدأ ان هو يكون له ريحة كده وطعمه جميل وريحته جميلة. حطيت عليها بقى ايه الطماطماية اللي انا قلت لكم عليها، وسبتها بس دقيقتين على ما الطماطماية تدبل بس حاجة بسيطة. وبعد كده هنزل عليها بقرن الفلفل الاخضر على طول، اهو الطماطمايه دبلت كده معايا، هنزل بالفلفل الاخضر على طول. حطيت فلفل اخضر، ده كان فلفل اخضر واحد اخضر واحد احمر، المتوفر عندك بقى اي نوع. ممكن تحطي فلفل حامي برضو، مش هيقول لا، هيبقى طعمه جميل جدا. هسيبهم كده مع بعض كده تستوي حاجه بسيطه، وبعد كده هنزل بقى بالفول واسيبهم بقى مع بعض كده. زي ما انتوا شايفين طبعا وطيت النار كده عشان طبعا في زبده، ومن غير زيت ومن غير اي حاجه. على فكره الزبده دي زبده فرن، وهي عطت طعم جميل جدا. بعيدا بقى عن الزيوت في السحور بقى والحاجات الكتيره دي، مش محببه قوي. بعد كده اللي هو هنزل بقى بالفول كده على طول. بعد الوقت اللي انا سبته ده، سبتها حوالي دقيقتين ثلاثه، هنزل بنص كيس الفول اللي انا قلت لكم كده عشان الكميه كانت كبيره. الفول ده يا جماعه احنا مفرزينه من ايام الفطار، يعني من قبل الصيام كمان، فمفرزناش للصيام. احنا اصلا في عاداتنا ان احنا مش بنتسحر سحور اكل يعني، لكن هو اول يوم كده، يعني مش يعني بعد كده مش هنعمل سحور زي ده كل يوم، لان احنا عندنا مش بنتسحر. هو اخرنا علبه زبادي او كوبايه زبادي من اللي احنا عملناها معاكم، وهنزل لكم الفيديو تاني علشان شفت ناس كده مش بيعملوا الزبادي بطريقة اللي هو لازم فرن، لازم مكنة. لا يا جماعة، في طريقة بسيطة خالص، ونزلتها عندي على القناة، ونزلت لكم تاني فيديو هعمله تاني على طول للسحور عن الزبادي علشان الطريقة دي. حطي بقى كل البهارات اللي انت عايزاها، حطيت فلفل، حطيت كمون قصدي، وحطيت ملح اللي انت عايزاه بقى حطيه، واسيبه كده ياخد ويد مع بعضه كده لحد ما يستوي بقى الطماطم وكل حاجة تتطعم مع بعضها، ونروح نشوف هنعمل ايه تاني. بعد كده على طول هاخد الطعمية بتاعتي وافكها، هفك الطعمية كده واحط عليها شوية كمون او شوية ملح، وكمان احط عليها سنة بيكربونات الصوديوم، بس انا ملقتش بيكربونات صوديوم، فاضطريت ان انا اعملها من غيرها، بس على فكرة كانت جميلة جدا. حط عليه بقى شوية كمون كده او شوية ملح. الكمية دي كبيرة فانا هقسمها نصين، مش يعني بس هملحها برضو وعينها كده، احطها اغطيها بستريتش كده، احطها في التلاجة واستعملها تاني يوم او اي وقت. حطيت شوية كمون كده
وهنروح نشوف هنعمل ايه على طول. قبل ما نعمل الطعمية برضو هشيل الاسترتش اللي على البطاطس دي، والبيض بيتسلق على النار، حطيت بيضتين على الكمية دي عشان هنعملهم مع بعض بمعلقة زبدة. كمان دي جبنة قريش، خدت قطعة كده وحطيت عليها شوية زيت زيتون واحط عليها شوية كمون وبس كده. قلت له الاكل ده ينفع دايت بطريقة رهيبة، يعني الفول دايت، تاخدي 3 معالق من اللي انا عاملاه او انت تعمليه هيبقى جميل جدا. قطعة جبنة قريش من دي عليها معلقة من زيت الزيتون وشوية كمون، جميل جدا. وطبعا قطعت خيار. في هنا بسيب الطاسة كده تنشف على النار، وهنزل على طول بالزيت بعد ما نشفت كده، هنزل على طول بالزيت علشان نعمل الطعمية. نزلت بشوية زيت، مش كتير، انا هقلي حوالي 8 طعميات او 7 طعميات، يعني مش كتير، وطبعا حجمها صغير مش كبير قوي. فنزلت حوالي بشوية زيت قليلين خالص. هسيب الزيت يسخن بقى لحد ما جاهز الطعمية بتاعتي. هشوف بقى الطعمية اهو، الطبق اللي انا بعمل فيه هعمل بقى على شكل زي اللي بتيجي من بره بالظبط، اللي هي الكور الصغيرة دي. ممكن بقى تعمليها مبططة شوية وتحطي سمسم، بس انا ما حطيتش سمسم، ما حطيتش اي حاجة. اهو الطعمية اصلا ماسكة نفسها وجميلة جدا، وهي كانت مفرومة في نفس اليوم، يعني دي ما اتفرزتش، الباقي ده هو اللي اتفرز، دي ما اتفرزتش، يعني هي حاططها في التلاجة بس علشان كانت معمولة بالليل. ممكن بقى تعملي بطاطا زي ما بوريها لكم كده، بوريكم واحدة طبعا كلكم عارفين، بس انا بالذات بحب اعمل الطعمية كده، مش عارفة ليه، بس انا يعني بحب ان انا اقعد اعمل فيها كده زي عجينة كده وبقعد اشكل فيها. ده الفول اللي احنا عملناه بالطماطم وفص ثوم يعني والزبده، ما حطيتش فيه زيوت خالص، ينفع للدايت، تاخدي منه 3 معالق. قطعنا كمان خيار، زيتون كمان، ده الزيتون كنا مخللينه قبل فتح القناه، زيتون جميل جدا، طعمه روعه ومنفوش كده ومش مكرمش خالص، كنا حاطين معاه شطه، والشطه مقرمشه برضو جميله. ودي الجبنه البيضه اللي عملناها، وخدت حته من الجبنه اللي هي الدبل، وده طبعا عسل نحل، ودي مربى حلواني اخوان اول مره اجربها، طعميه انا كنت دايما بحبها مقرمشه كده وناشفه قوي. مربى حلواني اخوان دي كنت دايما ابقى اجيب فيتراك، بس المره دي جبتها وكانت جميله. دي بقى البيض ببطاطس ده، طب يعني عايزه اقول لكم مش حلو خالص خالص خالص. ودي جبنه جرينلاند، يا ريت محدش يجرب البيض المسلوق بالبطاطس، مش حلو ابدا. ودي الصينيه بتاعتنا، العسل الابيض دوت علشان الزبادي، وقطعت طماطم زي ما قلت لكم، يا ريت تجربوا.